من بعقلين انطلق مهرجان المحبة للائحة المصالحة برئاسة تيمور جنبلاط، وعلى وقع أغنية أناديكم دخل النائب جورج عدوان المرشح على اللائحة برفقة المرشحين الآخرين. أناديكم أشد على تيمور اتكأ على إرث جده الشهيد كمال جنبلاط ليؤكد أن الجبل سيكون أقوى. من هون بدعيكم إلى مشاركة قوية وتصويت كثيف في 6 أيار لجميع أعضاء لائحة المصالحة حتى نقول للكل أنه نحن قوة كمال جنبلاط فينا ما بتنهزم، وإرادة وليد جنبلاط فينا ما بتنكسر. بالأمس وقف وليد جنبلاط في المختارة وقال: علوا علوا هالريات، المعلم بعده ما مات. واليوم أنا قدامكم بلكم: علوا علوا هالريات، المعلم بعده ما مات. علوا هالريات وأكدوا أنه ما رح نسمح لحدا منهم يرجعنا لورا طالما نحن موجودين وأقوياء وحنضلنا موجودين. أما كلمات المرشحين فشددت على أهمية المصالحة واستكمالها. الحكم المتسلط وأجهزته وفضائحه لا مكان له بيننا. قالوا بدنا نكسر رأس المختارة، أنا بقول لهم رح يكسروا رأس على قلعة المختارة. فليتذكروا أن يوم توحد الجبل في المصالحة توحد لبنان وأصبح أقوى، وليتذكروا أن لبنان لم يتوحد في الجبل ليأتوا ويفرقوه، وليعلموا أن محاصرة أي مكون في الجبل هي محاصرة لكل الجبل. وأكد المرشحون أنهم سيكملون العمل على بناء دولة القانون والمؤسسات.